مساءكم حب، مساءكم سعادة، صح افطاركم احبائنا اعزائنا متتبعين صفحات جلال الله يفتح على كل ما واقعنا. نقول لكم مرحبا بكم، جيم بارطاجي خلي ونوريكم وجب جديد في بخصوص الحذاء الرياضي اللي تكلمت لكم عليه وقلت لكم ان شاء الله يوم السبت راكم كاع تلقاو كاع لي موديل راكم تشوفوا تالمو مديت رونديفو بالسبت كل الزبائن راهم هنا الحمد والشكر لله. والساعه كما راكم تشوفوا شوفوا لك دا توشير راهي 9:30 وانا درت روطار نص ساعه، 9 كانوا الزبائن هنايا يعني مع حل المركز التجاري اصلا ريتاج مول. نبداكم بالجوردن هذا، هاي واش تقولي لنا اختي العزيزه الجوردن؟ مليح هضري حقيقه ما تبلعطينا ولد قد قد اختي دات واحد ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله ويصلح عليك. شوفوا ماك جوردن اير جوردن كيما راكم تشوفوا، هيا في بالكم هذا قداه يسوي؟ كاين اللي يحطوا يدير 500 اللي يحطوا يدير 600، على بالكم بلي غير ب 160 في محلات جلال الله يفتح عليه ودرك وراه واجد. ها ارواح 160 جوردن، زد نروحوا لكم للنايك الجديد هذا كذلك ارواحوا راهو غير ب 160، زد نروحوا لكم للنايك هذا الاير فورس هاهو بلي كولر تاعو كامل راهو ب 160 موجود، كذلك هذا النايك هذا بكل الوانه راهو موجود. جيم بارطاجي من فضلكم خليو كاع الناس تشوف، خليو كل احباء كل اعزاء يشوفوا معنا واش عندنا جديد. كذلك النايك هذا اخر نايك يدور في السوق فوالا بسعر خيالي 160 لا 400 لا 500. تفضل خويا صحيت خويا تيري جوردن اروحي تشوفيه هذا كله ماك جوردن. ها هنا ها ماك جوردن هذا عندنا منه شويه برك ها اللي مقري فيه هنا هاي لا قري تاعو اعزائنا وها هو مقري فيه هنا بالجلده تاعو ها بسعر خيالي غير ب 160 ولا في الاحلام. عندنا كذلك هذا النايك اللي راكم تشوفوا فيه ب 160، النايك هذا اللي عجبت خويا اختي ها هنا هلم واني قاعد نقول لكم ازربوا جام بارطاجي 160 جبتني معاك الدواء تاع راسي قسمني ما فطرناش من اليوم مليح فطرنا برا معليش دير لي معاك واحد بون هذا كذلك 160. تفضلي مدام تعجبها تهز ها وجاكم لوي فيتون اللي قال لك جلال او ما عندوش وراه غير يحضر ها هو لوي فيتون وها هو موجود هاي كوب تركي ما عندو وين نزيدكم ب 280 راهو جاهز ها من الكاراتين تاعو موجود. كذلك هذا ديور في النايك ها حاجة طوب وكلاس ب 160 كذلك موجود أرواح والسلعة موجودة سلام صحة فطرك يعيشك يعيشك صحة فطرك سي العزيزة. كذلك هذا الموديل كما راكم تشوفوا على المباشر جام بارطاجي محلات جلال لايف ستايل والمفاجأة الكبيرة ب 160000. كذلك هذا النايك ب 160000 أرواحه هامني موديل جاهزين من 35 حتى 40 اللي بوحدي لقيت روحك اسمع ما عندك واش كنا انا ما عرفتش واش نخير على بالك ضربه قول لهم على اللايف تعجبهم اي حاجه يديروا كابتير. شوفوا كذلك هذا النايك شوفوا اجري وهلم وجلال لم على كلش ب 160000 رمزي حل رمزي تبعوا رمزي البركه في رمزي الله يخيركم في السلعه اخويا راهو واش نقول لكم فنان في لي برودوي. شوفوا كان كذلك هاد لا كولر ب 160 ربي هني كل اعزاء ربي نربح ان شاء الله تربحوا جميع ان شاء الله. شوفوا هذا كذلك هايل الوي فيتون تاع اللي وعدتكم به وقلت لكم تلقاه يوم السبت راهو موجود الحمد لله رب العالمين رانا عند كلمتنا راه كل شيء مرتب وكل شيء منظم باذن الله. كاين توصيل الغرب مع الاسف شوفوا النايك هذا شوف لا يقل على 800000 ها واه تفرجوا سينما موديل سينما حاشاكم واه ب 160000 لي كولير موجودين هلموا تعالوا ارواحوا هذا في الديار بون زيد مازالوا موديلاتهم هنا شنو شنعت لهم ستون سميث اديداس ها راحت على اللي يبيع اديداس ها والله الا 600 الا 700 غير ب 160000 ها سنزلي نشوفوا ستون سميث هذا مادام عجبوكم ولا لا اعطيكم الصحه مرحبا بكم ها ستون سميث اديداس باطل كابتيري وعلى ارواحكم ها واه يا والله يا مساكن اللي يخدموا في الصباط غير خليتها على جدكم هاوني كولر كامل واجدين ستون سميث فيه حتى الفار هذا تقولوا ما عندوش الفار عندي الفار ها ما نخلي لكمش السابه خلاص ها رمزي توتسوي ثاني جاي كذلك النايك هذا اللي جاي في الموف اللي خلص من قبل ها موجود ان شاء الله بارطاجي جام خليو كل الناس تشوف هاد لي موديل كاع اللي راكم تشوفوا فيهم ب 160 درك نروح لكم لا سيربريز شوفوا برادا وشوفوا كتانه مش نيلو شوفوا ها عبالكم قداه ب 160000 ضربه
البرادا ضربه غير متوقع. شوفوا لا غام اللي يكون خصي حضري الحقيقه. واش رايك؟ ما تبانيش ما عرفش تهضر. تضحك برك اختي تضحك برك. هام كاع لي كولر ومازالوا دي كولر خلف ما حطيناهم. شوفوا كلشي ب 160 كلشي ب 160. شوف تفرجوا سينما اتهلا وخواتاتي. بارطاجيو جيم باش ما تروحش الصفحه. اليوم راكم فرحتوني، راكم في 414 في معناتها نايك الابيض. واش رايك بنتي؟ واش رايك الساعه؟ عجبك؟ حلو. واش رايك في النوعيه؟ يسمعوك ام يسمعوا برك؟ مليحه النوعيه كاليتي. الحمد لله راكم تشوفوا 39 كاين بنتي كي تلقاها مكتوبه هنا. ويت زيدي شوفي دوك يعطيوك هاي الناف نورمالمون. هادي ويت دوك يعطيو لها. زيدي شوفي من تبرك بنتي راكم تشوفوا كاع لي موديل راهم جاهزين. وكاين سوربريز من بعد واش راح نجيب لكم. راني نستنى في الفورغو يلحق. عندي جور بلغينا وصابو. شوفوا البلغينا والصابو اللي عندي سنا. شوفوا اختي واش شرات. طي حكمتها وهي داخله. طي الصحه ولهنا ان شاء الله. بون عندي سوربريز من بعد ان شاء الله. نجي ندير لك طيتي ثاني. طي برك في يدك برك. طي شوفوا واش دات اختي. ومن بعد تجيو تقولوا لي الشيء اللي في التصاور ما لقيناهم. سونيا صح ولا لا؟ صح كاين. شوفي سونيا هز السنيترا. سونيا ربي يحفظكم. راح تدي ربي يحفظكم الصحه ان شاء الله عليكم. بون النايك في البلون ها هو موجود. النايك هذا البلا مش عالي موجود والعالي موجود. شوفوا هاو العالي وهاو البلا في زوج موجودين. السعر غير ب 160. شوفوا الزيور هذا. شوفوا اوه حطه خويا دبر راسك. راني رايح دبر راسك. بون زدنا راح نشوفوا لكم ديور في الكري موجود. عندنا النايك هذا نعتو لكم موجود. النايك هذا كذلك موجود. هذا السامبل اللي يجي في النوار موف موجود. اللي يجي في الروز موجود. اقعدي تشوفيني فيك. شوفوا اختي الله يبارك واش قالها تقيسوا برا. اوتوريزي بالصحه ولهنا جاك يهبل موجود. ربي يخليك موجود كل شيء موجود. درك من بعد ان شاء الله ساعة او اقل ما ظنيتش بالك واحد 20 مينيت او 15 مينيت. هلموا احبائنا ناسنا راني عندي سوربريز كبيرة في الصابو والبلغي والبليغا. فوالا صابو وبليغا يعني قصنا ترابق. فوالا هكا ترابق يقولوا لهم. راح نحطهم لكم ب 80000 البلوك. يدي لكم ايرور في ريسانكم. تجيكم مش نورمال وكانه السلعه دي احنا اللي لقاو فيها. الحمد لله الرزق تاع رب العالمين ديما نلقاوه ونلقاوه يستنى فينا. شكرا لله الحمد والشكر لله يا رب العالمين. شكرا للاعزاء والاحباء اللي راهم مدينا يد المساعده في البضاعه ومتهلين ويخليوا لنا ديما لابارتا محل جلال لايف ستايل. راكم تشوفوا المحل على الاخر على الاخر. انا نتاسف ما نقدرش ندخل لانه هاكو تعرفوا العائلات وايتو ما نقدروش نديروا نجيهم بزاف. اذا اعزائنا احبائنا مرحبا بكم. عليكم غير تجيونا ما تطولوش علينا ان شاء الله. بعد قولوا تقريبا نص ساعه او اقل راح نزيد نوريكم لي صابو حاجه كلاس. والتراب كيما نقولوا احنا كلشي 160 بنتي كلشي. اذا ما عليكم غير تزورونا، ما عليكم غير تستناونا. محل جلال لايف ستايل كيما راكم تشوفوا المحل مكتظ على الاخر. ما عليكم غير تجوا محلكم. شرفونا كلشي 160. الف تحيه والف سلام لكل الاعزاء وكل الاحباء. سلام.